Donc, 80 ديال الكيمياء في الاكزوشيمي هادو كانوا من سيونس مات شي انت حاجه مزيانه على بالي كينسوهم في السو ازبيت. دونك السؤال الاول قالوا لي اكتب معادله التفاعل هي اش ا زائد اش دو سو ده فلاش هتنا ا موان زائد اش 3 او بليس. السؤال الثاني قال لك حدد الطو، حنا كنعرفو الطو هي اكس ايكيليبر على اكس ماكس، بما ان الماء وفير بما ان الماء وفير اذا اكس ماكس هي السي في في. دونك من خلال الجدول الوصفي عندي ان اكس ايكيليبر وهي كمية المادة ديال اشتروا او بليس اللي هي التركيز ديال اشتروا او بليس في في اللي هي 10 ناقص بي اش في في. دونك غادي نعوضو غنلقاو طو هي 10 ناقص بي اش في في على السي في في. دونك غنلقاو 10 ناقص بي اش على السي هادي صغر من واحد اذا تحول محدود. السؤال اللي معاه قالك حدد النوع المهيمن. دونك حنا النوع المهيمن كي تجلس الطرق خصكم تعرفو كيفاش كنعرفو النوع المهيمن، خصني تكون عارفين الا كان عندنا تفاعل ديال شي نوع مع الماء بصفة عامة قاعد ولا حمض عندي جوج ديال الطرق، اما كنقارن البي اش والبي كا ا مقارنة ولا كنقارن هادشي اللي غندير دابا. بالنسبة الى كانت معايرة كنقارن كندير هاد النسبة ديال امو على ا اش هي في بي على في بي او ناقص في بي، يعني كنقارن في بي مع في بي او على جوج هذه طريقة. دونك بقات لي هاد لي غنبرهن عليها باش نبينو النوع المهيمن. دونك حنا غادي نحسبو النسبة دائما في الهيمنة كنحسب النسبة اموا على ا اش. دونك اموا كما كنعرفو حنا من خلال الجدول الوصفي اللي هي اكس ايكيليبر على ا اش اللي هي سي زي ناقص اكس ايكيليبر. دونك حنا هاد اموا هي طو سي وهذه هي سي ناقص طو سي كون. دونك غادي نعملو بالسياس هي طو على واحد ناقص طو. هاد المقدار عندو دو فالو، الا كان عندنا اموا على ا اش كبار من واحد في هاد الحالة خاص طو تكون كبر من واحد، الا كان طو كبر من واحد كتكون هيمنة القاعدة. نقص إذا كان عندي أموا على أأش مثلا كيساوي واحد هاد الحالة كيكون عندي تساوي الهيمنة، ولكن إذا كان أموا على أأش صغر من واحد كيكون هيمنة الحمض اللي هو أأش. بالنسبة للحالة اللي عندنا غنعصبو غتكون واقيلا طوشي سي. فاش غادي نحسبو النسبة كنلقاوها هي طو على واحد ناقص طو، تحسبوها تلقاوها صغر من واحد، دونك في هاد الحالة هيمنة الحمض. هادي هي الحاجة اللي خصكم تبطوها. السؤال الثالث قالك اكتب بي كا ا بدلالة البي اش و سي، بغاوها غير بالبي اش و سي. دونك حنا كنعرفو على كا ا كا هي التركيز ديال اموان التركيز ديال اشتر و او بليس التركيز ديال ا اش عند التوالي. دونك هنا كا على اشتر و او بليس تساوي اموان، اموان حنا كنعرفو هي اشتر و او بليس على هذه هي سي مو اشتر و او بليس. دونك هذه هي ندخلو اللوغ تولي اللوغ ديال كا ا مو اللوغ ديال اشتر و او بليس تساوي اللوغ ديال 10 اس ناقص بي اش على السي في 10 اس ناقص بي اش. اذا هنا نديو هذه الطرف لاخر باش تولي عندي هنايا موان بي كا ا، هي اللوغ ديال كا ا راهي موان بي كا ا كتساوي البي اش
موان بي اش لان الطرف الاخر زائد لوغ ديال 10 اس ناقص بي اش بلس سيف 10 اس ناقص بي اش. دونك البي كا ا هي البي اش موان لوغ ديال 10 اس ناقص بي اش على سيف 10 اس ناقص بي اش. ها نحسب الجزء الثاني سي غيمزجو ديال واحد مزجو واحد الحجم في يساوي 20 مللتر من اش مع واحد الفي بي صغر من 20 مللتر من اش اوموان، ولكن عندهم نفس التركيز. دونك المعادلة اش زائد اش اوموان كتعطينا هي اموان زائد اش تروا زائد اش دوز. السؤال الثاني قالك حدد الحجم الذي يجب اضافته للحصول على البي اش 5.5. دونك هنا بغينا نوصلو لهذا الحجم اللي 5.5. دونك عطاونا ان في بي. دونك حنا غادي نحسبو هاد النسبة ديال اموان اش اللي كنعرفو من خلال الترسية 10 اس بي اش ناقص بي كا ا. داكوغ، عندي البي اش وعندي البي كا ا وعندي هادي، وخصني نلقى العلاقة ما بين ا موان هاد النسبة و في بي. دونك خصني نلقى العلاقة بينها وبين في بي، شنو هي العلاقة؟ دونك في هاد الحالة غنديرو ا موان على ا اش اللي هي هادي من خلال جذور الوصفية اكس اكيليبر على في توتال. دونك هادي هي سي ا في في ا موان اكس اكيليبر كو هادشي كامل على في توتال، واضح؟ دونك هنا بما ان التحول كلي دونك اكس اكيليبر راه هي اكس ماكس، واضح؟ دونك في هذه الحاله هي سي بي في بي. علاش؟ لان عندهم ان اكس ماكس ديال الحمض راه هي سي اف في ا، و اكس ماكس ديال القاعده راه هي سي بي في بي. بما ان هنا بما ان هذا الحجم في بي صغار من هذا، عندهم نفس التركيز وهذا صغير، دونك اكس ماكس ديال القاعده صغار من اكس ماكس ديال الحمض. دونك المتفاعل الوحيد هو سي بي في بي، واضح؟ وغادي نعوضو هنا دي ا موان على ا اش تساوي هي سي بي في بي على سي ا في في ا موان سي بي في بي. دونك بما ان عندنا نفس التركيز غتولي هي في بي على في ا موان في بي، اش كتساوي؟ هادي هي ا موان على ا اش. دونك تولي عندي، وهادي حنا كنعرفو هاد النسبة هي 10 اس بي اش ناقص بي كا. حلو هاد المعادلة، هاد النسبة نسميو واحد العدد كا لأنها باش تسهل عليا الخدمة على في ا موان في بي. دونك نديرو جوج ديال الطرفين، تولي كا في ا موان في بي كتساوي في بي. دونك تولي كا في ا موان كا في بي كتساوي في بي. دونك كا في ا كتساوي في بي بليس كا في بي. دونك نعملو في بي تولي هي واحد زائد كا، هنا كا في ا، واضح؟ دونك في بي الحجم هو كا في ا من واحد زائد كا. دونك حنا عرفنا كا هي 10 اس بي اش ناقص بي كا ا فوا الحجم على واحد زائد 10 اس بي اش ناقص بي كا ا. هذا هو الحجم المراد. دونك كنتمنى انكم فهمتو الى ثمن اخر.